رمضان يثير الجدل باحتضانه فتاة إسرائيلية بملابس البحر. فيديو وصول. أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة له وهو يحتضن فتاة بملابس البحر أثناء حفله الأخير في اليونان. وقال نشطاء كثر إن جنسية الفتاة إسرائيلية وتدعى مايا زخاريا، إلى جانب الحساب الشخصي للفتاة على تطبيق تيك توك وموقع فيسبوك باسمها بالعبري. حفلة اليوناني. ونشرت الصحفية سارة شريف المتخصصة في الشأن الإسرائيلي صورة محمد رمضان مع الفتاة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك وكتبت محمد رمضان مع فتاة إسرائيلية اسمها مايا زخاريا في حفلة اليوناني. أضافت قائلة للتوضيح مايا زخاريا اللي ظهرت مع محمد رمضان هي اللي نشرت الصور وفيديوهات على حسابها على تيك توك. وبالنسبة للجدل حول هويتها إنها من عرب 48 ولا يهودية فهي إسرائيلية يهودية من بيت شيمش وكانت مجندة في الجيش الإسرائيلي. ولكن مش مؤكد أن محمد رمضان كان يعرف جنسيتها أو هويتها. مايا زخاريا. ونشر الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية عبر صفحته بموقع فيسبوك صورة رمضان مع الفتاة حيث كتب ما يفيد بأن الفتاة إسرائيلية وتدعى مايا زخاريا وأنها مجندة في الجيش الإسرائيلي. وأرفق رفعت مع تعليقه ربطا من تعليق سابق للفتاة يرجع إلى عام 2021 وهي ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي معلقة أكثر شغل مرض يمكن أن أحصل عليه. وعلى تطبيق تيك توك نشرت الفتاة عبر صفحتها الشخصية صورا ومقاطع رقص لمحمد رمضان أثناء الحفل وسط تعليقات لها بالعبري من متابعيها موجة من الغضب. وكان محمد رمضان قد أثار موجة من الغضب وصلت إلى البرلمان في نوفمبر عام 2020 بعناق فنان ومطرب إسرائيلي خلال حفل له في دبي. وقال النائب البرلماني عبد الحميد كمال وقتها إن صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قد احتفت بصورة يظهر فيها محمد رمضان يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في دبي بالإمارات. ونشرت الصفحة الإسرائيلية الصورة وكتب إلى جوارها الفني دوما يجمعنا النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عمير آدم في دبي.
وأحيى محمد رمضان حفلا غنائيا باليوناني بحضور جماهيري كبير، رفع لافتة كامل العدد، أقدم خلالها باقة كبيرة من أغانيه ما بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير. وتضمنت الأغنية التي قدمها رمضان بلاليين تنطيط إنساي الملكي ثابتي مافيا نمبر وان وغيرها من الأغاني. وعلى هامش الحفل حرص عدد كبير من الجمهور اليوناني على التقاط الصور السيلفي مع الفنان، كما يستعد أيضا لإحياء حفل غنائي الثاني عشر من أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي. يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على يوتيوب أغنية تنطيط من تنفيذ محمود الشيخ وإشراف عام محمود رمضان ومن إخراج بثينة.